لتنظيم كأس العالم لكرة القدم يجب على المغرب أن يفوز بمئة وأربعة أصوات من أصل 207 أصوات، لكن الوصول إلى عملية التصويت يتطلب الحصول على طريقة حساب جديد للنقاط، نقاط تمنحها اللجنة التفقدية للفيفا، لجنة زارت المغرب واطلعت على إمكانياته وبنيته القائمة واجتمعت بمسؤوليه الرياضيين، ولكنها لجنة يتوجس منها المغاربة. أنا أرى بأن الوضع اليوم يعني كأننا نعيش في نفق مظلم، يعني داخله خارجه تظهر أن هناك الإرادة، أن هناك الإنصاف، أن هناك الديمقراطية، ولكن داخله وباطنه فيه مستنقعات، فيه يعني ألغام ربما يعرفها فقط أصحاب القرار في الاتحاد الدولي. ألغام منها عدم استعداد الملاعب المقترحة لاستضافة كأس العالم، ومستنقعات تجملها الفيفا في الكلفة العالية لإنجاز هذه الملاعب التي قد تصبح عبئا ثقيلا على كاهل المدن المغربية بعد نهاية المونديال. ومع ذلك يرى عدد كبير من المغاربة أن بلدهم له من المميزات ما يؤهله لاحتضان هذه التظاهرة الكروية الكبيرة، لعل من أهمها موقعه الجغرافي القريب من أوروبا وقرب المسافات بين مدنه مقارنة بمدن أمريكا الشمالية، ودعم عدد كبير من بلدان إفريقيا القارة التي لم تحتضن المونديال إلا مرة واحدة، وأخيرا وليس آخرا شغف الجماهير المغربية الكبير بكرة القدم. كمواطن مغربي كنتمنى له التوفيق إن شاء الله، وما كرهناش يكون لاكوب دي موند عندنا هنايا، ولكن كتبان لي الحظوظ ضعيفة بالنسبة للتغيرات الأخيرة اللي وقعت، رغم يعني الصعوبات اللي كاينه، رغم الاكراهات اللي كاينه، رغم كل مره كتخرج اشياء جديده، ولكن كنعتقد انه هذا الحلم اللي هو حلم ديال المغاربه ان شاء الله اكيد انه ان شاء الله يتحقق. للمره الخامسه سينتظر المغاربه قرارا من الفيفا بشان حلم يراودهم، حلم تنظيم المونديال، قرار قد يصدر في شهر يونيو القادم وقد يذهب الى تصويت مفتوح على كل الاحتمالات. عبد المنعم العمراني، الجزيره، الرباط.